بسم الله الرحمن الرحيم. Interesting case. Case 1, male patient aged 13 year old presented by right side pain with history of blunt trauma to the site of the pain. X-ray was done and was free, so we proceeded to the MRI. First X-ray completely normal. No subperiosteal collection, no fracture line. But by MRI, this subperiosteal fluid collection at distal femur, extending and reaching to articular surface, low for T1, high in the T2, with fluid level in axial image. ماشي، يعني جوه الكوليكشن ده محمود فيه ليفلنج. ماشي، سب بروستال كوليكشن الداتا بتاعت البيشنت من ايه؟ تروما. So subperiosteal collection في distal femur reaching to the articular surface, low في T1, high في T2, and in the axial image fluid level. بص تروماتيك. ده بص تروماتيك وفي fluid level. ده subperiosteal. الفيمر سروس هيكون جوه الجوينت. هو هنا مش في الجوينت، يعني هو هنا ابتدى subperiosteal. subperiosteal عامل بروستر elevation. في الديستال سيرد اوف ذا رايت فيم. لا، تحت البريوستيم، ده مش في السوفت تيشو، هو تحت رفع البريوستيم وعامل صد بريوستيم اليفيشن اهو. تمام، هي في التي 1 ما هياش هاي، بس هي عامله ليفلنج في الاكزيال، باين ابريشيت قوي في الاكزيال، صح؟ في الاكزيال يعني في التي 1 على فكره في سيدمنت كده في الهاي تي 1 6. ايوه، كبر بس، او ممكن في لاين كده، في كيرفلين ريم كده في هاي تي 1 فعلا. ماشي، مين بقى اللي يعمل ايه؟ اوبينيون فلويد ليفل. ايه الحاجات اللي ممكن تعمل ليفل؟ بلط. تمام، وده مكانها مش جوه الجوينت ولا في السوفت تيشو، هي رافعه بالاستنس. يعني اطلع كده محمود، يعني انت طالع كده. ايوه، الكت ده، الكت ده اللي بعده بس الكت ده البريوستيم مرفوع مفصول عن العظمه. كوليكشن ده فيه ليفلنج، فده والسيجنال جواه ده سيجنال بلط، يبقى ده سب بريوستيم هيماتوما. سب بريوستيم هيماتوما. So our diagnosis was subperiosteal fluid collection at distal right femur, likely liquefied hematoma with super added infection associated with surrounding muscle and soft tissue edema. Any question? Case 2. Surrounding الإديمة اللي حواليها جامدة جدا، وده عن كرونيك تروما، يعني من 3 ويكس مثلا على الأقل. يعني المفروض إن الإديمة دي كلها كانت تبقى سبسايد شوية. كمان كلينيكال بقى عنده شوية هو مثلا فيفر لا شوية ريدنس كده. البي دي فاتسات او في التيتو هتلاقي والعظم على فكرة برضه فيها بون مارو قديمة شوية. تمام، فممكن ده فعلا لازم فولو اب، لازم فولو اب فعلا. ممكن يا اما دي سبسايد، يا اما فعلا تبروجريس لاوستيمولايتس. ماشي، كيس 2 في ميل بيشنت ايجد 36 يير بريزنتد باي مالتيبل لور لمب هارد سويلنج وذ بين ات ذا ليفت ني. اكس راي واز دون مالتيبل بوني بروجكشن اوستيوكوندروما. ام ار اي واز كونتراست واز دون واز كومبلمنتري سي تي. فيرست سي تي مالتيبل بوني بروجكشن. المدار الكونتينوس مع المدار بتاع الاوريجينال بون ونفس الكورتكس برضه. اوستيوكوندروما، مالتيبل اوستيوكوندروما اسمها ايه بقى؟
لا لسه احنا بس بس العينه دي كانت اكتر كومن عندها عند الليفت سايد اوف ذا ني. اللارج وان بس هنا الكبيره دي شكلها مش زي بقيه الاوستيوكوندرومز الثانيه وهي فعلا جايه بيني محمود في الليفت سايد. في الليفت سايد اه في الليفت سايد يعني عند عند السايد عند الليجن ده. ايه بقى النيكست ستيب اللي احنا المفروض نعملها؟ هنعمل ام ار اي كونتراست عشان تؤسس الكارتيجينا سكان. تمام ماشي نشوف لو في مالجنا ترانسفورم. هو النورمال يبقى اقل من 10 مللي لو في التي 1 وهاي في تي 2 ولو خدنا له كونتراست نو انهانسمنت او مينيمال انهانسمنت. فكله كله كان كل البروجكشن دي كلها كانت كلها بناين مفيش اي مشكله فيها يعني سين كارتيجن. المشكله بس في اللي هي كان الاتسايد ده بين اللي هو كان لارج كارتيجن سكاب معدي ال 10 مللي لو في تي 1 والتي 2 بتاعه. لكن لما جينا نديله 7 خد نونسمنت فكده ده مالجنت ترانسفورميشن. ايه بقى مالجنت ترانسفورميشن اللي ممكن تحصل؟ المالجنت كوندرو ساركوما. يبقى الحاجه يبقى دي يبقى ده كده مالتيبل اوستي كوندروز بس مالجنت ترانسفورميشن اوف وان اوف ذم انتو كوندرو ساركوما. تمام ماشي. سو اور كيس واز مالتيبل اوستي كوندروما هيرديتري مالتيبل اوستي كوندروما ويز بناين كارتيجينس كابس ليفت فيبولا اوستي كوندروما ويز سيك كاب ويز فيتشر اوف مالجنت ترانسفورميشن كوندرو ساركوما. كيس 3 اولد ميل بيشنت ويز هيستوري اوف هيباتيك مالجنانسي بريزنتد ويز ليفت سايد تشيست بين سي تي تشيست ويز دون. دي حاله سيمبل يعني بس هي المشكله ان هي بتمزد يعني اي حد بتاع اي بيشنت مالجنانسي احنا بندور على بالمونري نيديودز اللي عندها كان فري من البالمونري نيديودز خالص. طيب ممكن نستارت ميجاستاني محمود قبل اللان احنا بندور على ايه؟ سيرش فورم تستاتيك في هنا في اوسياس ليجن هنا موجود في الريجن اللي بيتكلم. ماشي قول لسه في سوفت ايشو ليجن طالع من الليفت سايد تشيست وول تقريبا الاوريجن بتاعه من البون يعني والسوفت والاكسترا سوفت في بقى نظر 1 في الرايت سكابولا. هو ده بس هي حاله سيمبل بس يعني احنا دايما بندور على بالمونري ديودز بننسى ندور نشوف البون نعمل سكاننج للبون. هو كان اصلا اللي عنده كان الكومبين بتاعه الليفت شيست سايد بين يعني مكان الليتيك ليجن ده. وونس ان احنا لقينا الليتيك ليجن او ستاتيك ديبوزيت في مكان يو شود اسس ان اول سايدز يعني انت المفروض تبص على بقيه العظم كله تبص على الفيرتبري كمان الفيرتبري وبقيه الريب كمان بون ويند وتشوف الاسترنم والكلام ده. تمام so the nose left rib and right scapular lytic lesion with large extraosseous soft tissue masses metastatic deposits. case 4 female patient with history of cholecystectomy presented with obstructive jaundice ultrasound was done revealed intrahepatic biliary radicals dilatation with dilatation of the proximal part of CBD so we proceed to MRCP. نوبين حد عاوز حاجه دكتوره ورده. طب دكتوره ندى ايه رايك يا ندى؟ هننزل الاكزيال بتاعه السي بي دي. ها السي بي دي ماله؟ خلينا فوق خلينا واحده واحده فوق مش كرونال ولا اكزيال؟ خلينا كرونال الاول وبعد كده هنمشي اكزيال كات كات. دلوقتي احنا في الكورونا شايفين ايه؟ الحاله بتقول انها عامله الترا ساوند فيها انتر هيباتيك بيلر راديكال دايلاتيشن. عملنا بروسيد للام ار سي بي عشان نشوف الكوز اوف اوبستراكشن. السي بي دي مالها؟ ماشي سنترال والاكسترا هيباتيك لحد السي بي دي الديستال اند صح؟ تمام. طيب ايه السي بي دي بقى الكونتنت بتاعها هي جواها حاجه ولا هي دايلاتيشن؟ تمام. فيهم سيجنال فويد برافو عليك. ماشي. طب دي هل دي ستونز؟ طب نجيب بقى الاكزل ونشوف اللي جوه ده هل ده فعلا سيجنال فويد ان دي ستونز فعلا ولا لا؟ هي عامله زي سلادج كده وعليه ستونز على ماشي تمام بالظبط كده. يبقى ده سلادج يبقى كل اللي احنا شايفينه ده بيلري مط
طب هل البيلري مد اللي فوق في الليفل ده هو اللي عمل الاوبستراكشن ولا الاوبستراكشن بروسيد ديستالي؟ بروسيد ديستالي. يبقى ننزل نشوف ايه الكوز اوف اوبستراكشن، يا اما حاجه تكون ستون او مد قافل، يا تكون حاجه في البيري امبولري ليجن قافل او ماس او اي حاجه ثانيه. فاحنا فضلنا نازلين فضلنا نازلين لقينا ايه بقى؟ ايه بقى ايه اللي احنا شايفينه ده؟ ديسكومبريسد اكسترنال، ايوه من اوت سايد، حاجه عامله كومبريشن من بره. تمام بالظبط. هات بقى الكورونا كده. طب الليجن ده الاوريجن بتاعه طالع منين؟ طالع من السي دي ولا طالع من الديودنم؟ تمام، طالع من السكند بارت بتاع الديودنم، جاي من بره. ايه بقى الحاجه اللي ممكن تطلع من الديودنم وتظهر؟ ماشي، ممكن تكون بيري امبولاري ليجن. طب هل دي فعلا ليجن ولا الكونتنت بتاعها ممكن يكون فيها سكريشنز او فلويد فيلد وبتروجن سيجنال انتنسيتي؟ مش ممكن نفس الكونتنت بتاع الديدان اللي جنبها. طب هل في ممكن ماس تطلع بالحجم ده وتطلع او باوتشنج بالطريقه دي؟ مش هتبقى ويل ديفاين بالظبط. حاجه طالعه اوت باوتشنج من الديودنم وطالعه بسايز كبير وسموث وراوند، شكلها حاجه بلاين. نفس الكونتنت بتاع الديدان دايفرتيكول، نفس السيجنال الاير او نفس الفود، وفي في سيجنال اير وفي سيجنال هيتروجين، مفيش ماس هتبقى فيها اير على بتاع. طيب يبقى معنى كده ان ممكن الدايفرتيكولم من ضمن الاذاب، هو مش كومن، من ضمن الاذاب ان ممكن الدايفرتيكولم يضغط على السي بي دي ويعمل اوبستراكشن، صح؟ تمام. دي حاجه اسمها لومين سندروم، يعني اوبستراكتيف جوندس. السي بي دي دايليتد كونتنت بتاعتها بتنزل تحت، ايه السبب؟ نبتدي ندور منين الاول، هل هي امبولاري؟ لا من بره. بعد كده بناين ريجلنت فكره الاستكس وان واوت وول، اي حاجه هو الاورجان يبقى حاجه في الان في الوول او حاجه من بره ضغطه او حاجه من جوه. اللي من جوه يبقى ستون، اللي في الوول يبقى ستريكشر، اللي من بره ده مثال للدايفرتيكول، او ممكن تكون لينفنوم او تكون ماس. تمام. So our diagnosis was extrahepatic biliary obstruction and the level of distal part of CVD duodenum diverticulum containing fluid and air. Lemaine syndrome. That case, yeah. Case 5, female child suffered from cough and fever. X-ray was done, revealed right mediastinal mass. So proceed to CT chest with contrast. Yeah. ممكن تجيب كورونا، تجيب ساجتر، يعني تحارب توقع البيت. هي حاجة incidental finding. بصي الأول. بس احنا الأول. شكله ايه؟ بصي في الأول. Describe. Just to describe. كورونا. أيوه هتلاقي كورونا صح. انت بتفكري صح. ايوه قولي بالظبط. دي كدني صح؟ دي كدني، والكدني موجوده دايما في الشيست كانها طلع بوستيريو ميدياستاين. يعني الاول فيرست احنا شايفين بوستيريو ميدياستاين ليجن صح؟ بس البتاع دي شكلها شبه المورفولوجي بتاع الكدني. الخطوه السكند ستيب ان انا اشوف الكدني في الاورستوبيك بوزيشن، يعني هات كده كورونال، فين بقى الرايت كدني في السايت بتاعها؟ يعني هل هكده الابدومين، انزل على الابدومين، هنزل على الابدومين، هل في رايت كيدني اصلا؟ شايفين ليفت، ما احنا شايفين رايت، وفي نفس الوقت في دراجنج للفيسلز، كان الفيسلز بتاعتها والفايلم بتاعها مشدود لورا. طب انا والانهانسمنت شبه الليفت، دي الليفت حاجه بتاكد لي ان دي شور كيدني. ايه الفيز اللي انا بعمله عشان احلف مليون في المية ان دي كيدني؟ الديليت فيز. بصوا بقى الديليت، فدي انترا ثوراسيك كيدني، واليوتر بتاعها نازل تحت عادي خالص، اليوتر بتاعها اول نازل عادي، والرايت كيدني نون فيجواليزد في الاستوبيك بوزيشن، والليفت كيدني بدات تظهر تاني. ده انترا ثوراسيك كيدني. ودي كان رايت سايد بين، يعني عندنا كونديشن بقى لا كان كف عادي، بيعملوا جست فور فاليويشن يعني، فلقوا ميدياستنا الماس، يعني دي انسيدنتلوما يعني، مش عامله اي كومبلين للبيشنت يعني. سو اور دياجنوزس اوكتوبيك انترا ثوراسيك رايت كيدني. The next case, female patient aged 49 years suffered from left eye pain with mild proptosis. CT orbit and complementary MRI done. Revealed intraorbital mass. Yeah,
طب يلا انت محمود بيقول ان في بروتوزس. البروتوزس ده بايلاترال ولا يونيلاترال؟ على الليفت اوربت. يونيلاترال على الليفت. طيب ممكن نجيب اجزاء. احنا ايه اسباب البروتوزس؟ بالظبط. يبقى انا بدور على حاجه انترا اوربتال سواء انتر كونال او اكسترا كونال. تمام. تكون هي اللي عامله ميكانيكال بروتوزس، هي اللي زقها. في على فكره سودو بروتوزس، بس هو يعني بعد ما نستبعد كل الاداه بتاعه الميكانيكال هنقول كده. يبقى انا الليفت اي دي طالعه فعلا فبروتوتيك. حد شايف بقى هنا حاجه في ليجن او حاجه؟ هو اللمس على الليفت بتاع وكبر برضه السي تي كده يا محمود جنب الام ار. بالظبط. ايه بقى اللي احنا شايفينه ده؟ في ليجن يعني. ماشي كمل يعني. اكسترا في الماسلز يعني. انترا اوربيتال اكسترا اكسترا كون. ممكن نجيب اجزاء ليجن. اجزاء في اجزاء الام ار. في اجزاء الام ار. اجزاء التي 2 مثلا الام ار ونشوف نوضح. مش هيبقى الا في الكورونا الحلو. ما الكورونا اللي باقي؟ اللي هي بتيجي في اللي في المصل يونيلاترال كان الديفرنشال بتاعت السودو. سودو تيومر. ما هي انت ربطة الانفلاماتوري. انفلاماتوري سودو تيومر. تمام. هي الجزء ده في السي تي اللي باين ده اللي هو عامل انسيركلينج كده. هو باطنج اللي فيه الروكتس مصل. الانفيرو ريكتس ماسل سراوندنج ستاندنج. سو دايجنوز ليفت اكسترا كونال سوفت تيشو ليجن اباتنج ذا انفيرو ريكتس ماسل وذ مايلد ديبريسيتا سيكنينج سودو تيوم. كيس 7 فيميل بيشنت بريزنتد باي بوست تروماتيك ني سويلنج اند بين. اكس راي واز دون نو بوني فراكشر. سو بروسيد تو ام ار اي. دي ديسكريبشن. احنا فين الاول؟ هات معلش محمود اجزاء مثلا تي 1 جنب اجزاء تي 2 جنب ستير تو مع بعض كده تي 1 يا اما اجزاء او سجل ثاني. ايوه برافو عليك. احنا بقى نبتدي بقى عشان احنا فين الاول؟ احنا جوه الجوينت ولا بره؟ بره الجوينت ساعتين يعني مثلا. تمام. شايفه بقى ايه؟ في برضه فلويد ليفل مالتيبل نود كولكشن وسميه هيتروجينوس وز فلويد ليفل والتمتين سيجنال يعني ان هي هايبر وهايبو. تمام. عايزين بقى التي 1 السيجنال بتاعتها عامله ازاي؟ ايزو تو لو. ايزو تو لو فيها سمول كده في حاجات زي فيها فات جلوبيولز كده وايزو تو لو. تمام. وفي التي 2 في هيتروجينال سيجنال مينلي هاي تي 2 سيجنال بس في انترميديت كده سيجنال انتنس موجوده. وبعدين هنا بقى البي تي جنب التي 1 كده ان ذا سيتنج اوف ذا تروما. يبقى ده ايه؟ موريلا فيتي. موريلا فيتي. يبقى ده بيج لافنج انجر. بيج لافنج انجر. تمام. واخد السوفت تيشو ده اكسترا ارتيكولار. طب لو نفس المنظر ده انترا ارتيكولار بالظبط يبقى ده كده هيمو ارثروزس لكن ده بره وعامل كونتور بلج في السوفت تيشو. تمام. وده ديب لافنج انجري حتى الفلويد اصلا يعني عامل ديسكتنج الايه للسوفت تيشو بلانز كمان يعني حتى كل ده ستراندنج ويعني في يعني مانفست سولينج اللي فده ديب لافنج انجري اسمها موريلا فيلا. تمام. الى جانب بقى ان في بقى فايندنج في النيه يعني. So our diagnosis significant TB articular subcutaneous soft tissue edema with large subcutaneous fluid collection at the medial aspect of the knee joint post-traumatic Murillo-Vale lesion.